نحو فهم أوضح وأعمق لمهنة التمريض وضمان أفضل المخرجات، نظمت كلية العلوم الصحية بجامعة المرقب بالتعاون مع عدد من الشركات والمراكز العلمية يوماً علمياً عن البعد الأخلاقي لمهنة التمريض. هذا اليوم طبعا يوم علمي تحت اشراف إدارة الدراسات العليا جامعة المرقب، تستضيف كلية العلوم الصحية الخمس محاضرة بخصوص البعد الأخلاقي لمهنة التمريض اللي تخص الكلية وقسم التمريض خاصة بالكلية، وأهمية التمريض والأخلاق في العلوم الصحية بصفة عامة وقسم التمريض بصفة خاصة، لتطوير من مخرجات خريجي كلية العلوم الصحية بالخمس ومخرجات خريجي كليات الطبية بصفة عامة على مستوى ليبيا. مهنة لم تعد تقتصر على العناية بالمريض، بل تجاوز الأمر ليشمل أفراد أسرة المريض ويتخطى ذلك إلى كافة أفراد المجتمع، مع أهمية تثقيف المجتمع عبر نشر المعلومات الطبية. أدوار غير تقليدية لممتهني التمريض ومسؤولية مهنية مضاعفة ركز المحاضرون عليها، مع تأكيدهم على أهمية الالتزام بالمبادئ والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون والتقيد بالمعايير والقوانين المهنية التي تنظم مزاولة مهنة التمريض لضمان المحافظة على مستوى عال من السلوك المهني. أهمية المحاضرة تتمثل في البعد الأخلاقي لأهمية مهنة التمريض، أخلاقياتها أن هي مهنة إنسانية وأنها تساعد الآخرين، وأنها من دون حتى تقديم الجزاء والإحسان للمهنة هذه اللي يقدمها المجموعة من الخريجين هنا في كلية التمريض والعلوم الصحية بجامعة المرقب. هنا احنا في هذه المحاضرة نستهدف طلبة كلية العلوم والتمريض لفهم أهمية مهنة التمريض. تفهم واحترام أسلوب الحياة والقيم الخاصة بكل مريض والعمل على جعل الرعاية التمريضية مناسبة لاحتياجات الأفراد أولويات تحرص الكليات على تزويدها لطلبتهم.